بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في المرة السابقة عن تعريف الحديث لغة واصطلاحا. من يتذكرنا بتعريف الحديث لغة؟ ولا حد سبداش نشرح. تفضلي. تمام، هو الجديد ضد القديم. ثاني، تمام، يطلق على الخبر ويطلق أيضا على القليل والكثير من الكلام، سواء نقل لنا بواسطة الكتابة أو الصوت أو أي وسيلة تفهم أنها حديث. أما في الاصطلاح وهو المهم، تمام، هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. إن شاء الله اليوم سنتحدث عن تعريف السنة وأنواعها. حقيقة السنة لا تختلف كثيرا عن الخبر أو عن الحديث، ولكن المعنى اللغوي شوي ممكن يختلف قليلا. تعريف السنة في اللغة قالوا هي الطريقة المتبعة أو المعتادة، سواء كانت صحيحة حسنة يعني أو محمودة سيئة مذمومة سيئة، محمودة حسنة أو سيئة مذمومة. يعني بنقول اليوم فلانة ممشاها كويس أو طريقتها كويسة، فلانة طريقتها سيئة أو ممشاها سيء، هذا بنفهم إنه معناته سنتها أو سيرتها بين الناس إما حسنة وإما إيش وإما سيئة، فيش غير هيك. فالسنة هي الآن إما حسنة محمودة أو سيئة إيش مذمومة، وهذا الحسن أو السيء بيجي على حاجتين، الوصف أو الإضافة. الآن أنا هرسم لكم إياها بعد ما نخلص إن شاء الله التعريف، حتوضح أكثر على الشجرة بحيث أنها تصل هان إن شاء الله. تمام، إذا قالوا هي إما بتأتي بالوصف أو تأتي بالإيش، الوصف كحديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، من سن في الإسلام سنة حسنة فله إيش أجرها، وأجر من عمل بها لا ينقص من أجره شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله إيش، فعليه وزرها، وزر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء. يعني لو واحدة دلت واحدة على قيام الليل تأخذ أجرها، ولو واحدة دلت واحدة على الغيبة والنميمة تأخذ وزرها، وهكذا. فإذا لابد الإنسان أن يختار بين هذه الطريقتين. الثاني منها الإضافة، تأخذ كلمة الإضافة تأخذ معنيين، بتأخذ معنى المدح وتأخذ معنى إيش الذم. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من المدح، حديث اللي حكيناه في المقدمات، حديث العرباض بن سارية قال يا رسول الله، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها إيش موعظة مودع، فأوصنا، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذه بتأخذ معنى إيش المدح. أما اللي بيأخذ معنى منها الذم، ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في الحديث المشهور، وهذا من الأحاديث اللي أثبته الدكتور نزار الله يرحمه من المتواتر، هنتعرف عليه إن شاء الله إيش معنات المتواتر، قال لا تتبعن سننا أو سننا، تنتين صح في اللغة، لتتبعن سنن من كان قبلكم أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقالوا يا رسول الله، سألوه، حتى لو دخلتم جحر ضب لدخلتم، قالوا اليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن، إذا مش هم اليهود والنصارى مين دكون غيرهم، كانوا بيثبت أنه هم مين اليهود والنصارى. وهذه مهمة كمان اليوم في واقعنا اللي بنعيشه، كثير في شباب بتلاقي الواحد فيهم حاطط جل ومظبط شعره صح وبلطلونه سهل شوي، ها، وكثير في ناس، وفي حتى حاطين باف بالمعنى الغير شرعي، لكن هل هذا كيف بنتعامل معهم؟ هذه مهمه جدا، في هناك اسلوب للتعامل. يعني جاء شاب هيك في قبل سنه في بدرس درسات في الحديث معي، كان بلطلونه سهل شوي هيك وحاطط شعراته جل ومظبط حاله، قلت تعال اقول لك، قلت له بتعرف ان انا نفسي احط جل زيك بس عشان الدكتور مش قادر، قال لي كيف؟ قلت له والله، قلت له بس انا بدي اطلب منك الطلب، ايش رايك
نرفع البنطلون شويه. قال لي ماشي حاضر، رفعه. قلت له الان يعني هو الاسلوب كيف بدك تيجي للانسان؟ قال لي بدي اسالك سؤال يا دكتور. اخذ واعطي معه. قال لي السلسال اللي بنحطه في الايد وفي الرقبه هذا بحكي بالآل. قلت له اه. قال لي حلال ولا حرام؟ قلت له اسمع، لا بدي اقول لك حلال ولا حرام. قال له ايش بدك تقول لي؟ قلت له انا بدي اقول لك شيء، بترضى انت يقولوا عنك كلب؟ قال لا. قلت له والله وانا انا برضى، هذه الجنازير والسناسيل الكلاب مش حلوه. قال اسمع، قال بطلت احطها في حياتي. فالاسلوب مهم، لو انت قلت له حرام وحلال بصير عند، مش كل الناس، في ناس تجيش الا بالاسلوب الطيب، وهذا مهم جدا في قضيه التعامل مع الناس. فمنه انه الان السنن المتبعه تحت اليهود والنصارى والمضات والبرستيج والاتيكيت وكل هذا، الاصل انه احنا نتعامل حتى مع الناس باسلوب راقي، حتى اللي حاطه باف برضه بده اسلوب بالراحه على الناس، لانه عثمان بن عفان بيقول لا تجبروا اولادكم على زمان غير زمانكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فكل جيل يختلف عن جيل، فبالراحه على الناس، عشان لما تكون الدعوه تكون فيها استجابه بحب، مش استجابه في الدعوه بايش؟ نمط النفور وانه خلص انا مجبر مكره، لا بدناش زي هيك تكون ايش؟ الدعوه ان شاء الله. معنى السنه في الاصطلاح وهذا المهم، خليني ارسم لكم اياها اول شيء عشان تكون واضحه عندكم. هنا السنه تنقسم لقسمين، من حيث الذم والايش؟ مدعو. اي من حيث السنه، من حيث دقيقة بس، الذم والمدح، يعني اللي هو السيء والحسن، هل المقصود فيه؟ الآن خليني أقول لكم بالضبط عشان أجيب لكم بالضبط زي ما هي مكتوبة عندي، من حيث السيئة أو الحسنة، تمام؟ تنقسم لقسمين. القسم الأول الوصف، تمام؟ وفي الإضافة، صح؟ مش هي مكتوب؟ أنا هيك أغلب المدح أرسم لكم إياها كشجرات ما بتنسيش. فهنا الوصف بياخذ معنى اللي هو إيش؟ الحديث. ايش هو الحديث؟ من حديث من سن في الاسلام، حديث من سن في الاسلام، تمام؟ هذا بياخذ معنيين، بياخذ المدح وبياخذ الذم، تمام؟ هذا دليله اللي هو ايش؟ ايش دليله؟ عليكم بسنتي، حديث عليكم بسنتي. هذا بياخذ معنى الذم، حديث ايش؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم او سنن من كان قبلكم. هي اللي حكينا تو باختصار بس. اذا بتمسك الشجره زي هيك وانت بتغسل وانت بتجلي بتقدر تحفظها، ما فيش مشكله. انا عارف بتحبوش الجلي. طيب الان هذا اللي هو معنى. الان ناخذ معنى السنه في الاصطلاح. السنة في الاصطلاح نفس الحديث اللي شرحناه، ولا شيء بيختلف. بدنا نأكد عليه عدنا بس كمان مرة عشان أفريكو إيش بدنا نجيب. بقول هو ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة بعد، اختلف ولا شيء. السنة والحديث بمعنى واحد عند المحدثين، حتى قالوا الخبر، بس هم فرقوا شوية بين الخبر والأثر، حنتعرف عليه في المصطلحات إن شاء الله في قسم المصطلح، لأنه جاي تسلسلي. فما مثال القول تحدثنا فيه اللي هو زي ايش؟ ايوه، انما الاعمال بالنيات، من غشنا فليس منا، الى اخره. مثال الفعل، تمام، صلوا كصلاة النبي، زكاته، حجه، جهاده، غزواته. ثم بعد ذلك مثال اللي هو ايش؟ التقرير. التقرير بس في حاجتين زادوها، ايش هو؟ حطوا التقرير يا بنات، ايوه هنا حطوا فيها قسمين، استحسان أو سكوت. استحسان حديث إيش؟ إيش الاستحسان؟ الضب. الآن حنعرض لكم السكوت بني قريظة. لا بس عشان يعني نستذكر معلومات هيك أسهل في الرسم. حتى الأحاديث عندهم فريق الأشياء الصعبة الصعبة اللي بتلاقوها هيك بتخوف، برسم لكم إياها زي هيك بتكون سهلة جدا إن شاء الله. حاضر، الآن بشرح لك إياها. الآن بني قريظة حشرح لكم. أول شيء ناخذ السكوت والاستحسان، نمشي بالترتيب. أول شيء ناخذ السكوت، هاي فمن الإقرار، فمن الإقرار بالسكوت، هاي شايفينه إقراره عليه الصلاة والسلام لمين؟ لاجتهاد الصحابة أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة، حين قال لهم ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فمنهم بعض هذه الصحابة
أول ما وصل أخذ النهي على الحقيقة، أول ما وصل حدود بني قريظة إيش عمل؟ صلى. في ناس قالت لا النبي مش هيك قصده، قال إلا في، فأخروا الصلاة لبعد المغرب، راحت عليهم. هو اجتهد هذا وهذا اجتهد، هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، يسموه إقرار السكوتي، إقرار الاستحسان والتأييد. وإن كان بعض العلماء يا بنات لا يفرقوا بين الاستحسان والتأييد ولا السكوت، تقول لك كله إقرار بأي صيغة جاءت، لكن عشان المادة ملزمة إلكو بليش أشتتكو، خليكو على قدر المادة، لكن هذه فيها تفاصيل. الآن الاستحسان والتأييد، حديث الضب تاع خالد بن الوليد لما جاء بالضب مشويا يقدمه هدية للنبي ليأكله، فقال إني لأعافه ولا أجده في أرض قومي، فأكله خالد. فسكوت النبي على خالد هو بيأكل الضب دليل إنه إيش؟ إقرار سكوت، إن هو النبي إيش؟ أقر أن الضب ليس بحرام، وعدم أكل النبي للضب هذا مش دليل على أنه إيش؟ حرام. لو إنه حرام لما سكت على مين؟ على خالد بيأكل الضب، واضح؟ وتحدثنا في السكوت أن السكوت علامة الرضا. الآن ننتقل إن شاء الله إلى مكانة السنة النبوية، وهذه مهمة جدا، تحدثنا عنها في مقدمات صح؟ مكانة السنة النبوية طبعا يعني مكانة عظيمة في نفوس المسلمين منذ زمان، تحدثنا عنها كيف أهميتها وكيف حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم في المقدمات. لكن في هنا بدنا نوضح السين أن المصدر الثاني بعد القرآن الكريم في التشريع والأحكام، تمام؟ ألقيت حنيجي يعني نقطة نقطة إن شاء الله نوضحها. فهناك في آيات دليل أو أدلة واضحة بدنا نحفظهم ضروري، في الامتحان ممكن يقول أذكر دليل على ذلك، اللي هو دليل على الإيمان وبها والحب لصاحبها صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه الله سبحانه وتعالى وما ينطق إن هو إلا وحي. وعندنا هنتعرف كيف أقسامها من حيث مصدرها، ونوضح أكثر إن شاء الله، نشطب على اللوح نرسم لكم إياها كمان محدة. قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيش فانتهوا، هذا دلالة على إنه الذي يطيع الله لابد أن يطيع مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال فليحذر الذين يخالفون إيه عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا مهم جدا، أن الذي يخالف سنة النبي يخاف على نفسه من العذاب. من هنا يا بنات أدرك الصحابة رضي الله عليهم معنى قول أو تلازم أشهد أن لا إله إلا الله وأن إيش محمد رسول الله، أو أشهد أن محمد رسول الله، بتقول يا لكن هي رواية صحيحة وأن محمد رسول الله بدون أشهد، تمام؟ هنا طبعا أدركوا أنه كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال من أفعال من غزوات كل هذا يجب عليهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيش ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا من دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بتشريع إلا ولحكمة، هو من سنته جاءت لتطبيق الأحكام، تقييد المطلق، تخصيص العام، وحنا نتعرف عليه إن شاء الله. كل هذه السنة جاءت بتشريع جديد لم يأتي به القرآن الكريم، وحنا نرى أمثلة كثيرة. ومنه أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم المرجع الأعلى، زبول قائد القوات المسلحة بقول عنها اليوم، هو المرجع الأعلى لكل المسلمين ولكل الديانات في الأحكام في الشرائع في الجهاد في الغزوات في كل ما يجتهد فيه. وقد أحيانا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد من ذاته فيأتي الوحي مقرا لما اجتهد فيه النبي، وأحيانا إيش معاتبا صح، زي عبد الله مين ابن أم مكتوم، وفي أسارة بدر عندنا هتعرف عليه هذا القسم، انه عاتبه انه لا ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى ايش يدخن في الارض، كله قوة ومنع في الارض، وهذا من العتبات، وذلك طبعا اذا كان في مصلحة يقره، واذا كان غير هيك يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقره على اي قسم من هذه الاقسام. الان بناء على ذلك كل الكلام المقدمة، السنة تنقسم من حيث المصدر الى قسمين. القسم الاول اللي هو الوحي انه من الله سبحانه وتعالى، القسم الثاني اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما لم ينزل فيه الوحي، بصير اجتهاد فيه لتو تحدثنا عنه. هناخد قسم من هذه الاقسام. اذا القسم الاول اللي هو الوحي من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الوحي ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن. طب بدي اسأل سؤال، هل القرآن زي السنة بالإيحاء؟ لا،
القرآن كان ينزل باللفظ والمعنى. يقول له ورتل القرآن ترتيلا ورتل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما هي. لكن الوحي في السنة بيختلف بإيحاء، لكن مش باللفظ، إيش بإيش؟ بالمعنى. هذا مهم، هذه مهمة جدا، إنه القرآن بينزل باللفظ والمعنى، لكن السنة بالإيحاء بالمعنى دون اللفظ. هذا التفريق الدقيق في قضية نزول إيش؟ الوحي. ومن هنا قال العلماء في حديث للمقدام بن معدي كرب، في قصة حلوة ذكرها أحكي لكم إياها، قال عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فإيه؟ هذا دلالة عن القرآن ومثله إيش؟ معه. وهي الدليل أنه نفس القرآن ومثله معه عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بيجي كتير في ناس شبعانين وقاعد على الأريكة التخت، يعني بقولك اللي بتلاقوا حلال حللوه، اللي بتلاقوا حرام، في ناس بلغت بها الشبع إلى الزبا والاستهتار. لكن اللي بدنا إياه من الدليل القرآن الكتاب ومثله معه هي سنة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن. ولهذا النوع من الوحي صور متعددة. أخذتم في السيرة أنواع الوحي صح؟ في هذا النوع أو القسم له أنواع متعددة لنزول الوحي. النوع الأول النفث في إيش؟ في إيش؟ في الروع، في الروع. إيش رأيكم؟ اللي في الروع صح، اللي في الروع غلط. أنا عارف علمكم هيك بس هو غلط. النفث في الروع أي في النفس أو في القلب أو في البال أو في الخاطر. قال نفث روح القدس في روعي. وكثير من كتاب السيرة، كثير ناس من معلم السيرة حتى بيقول لك نفث في الروع. الروع هو الخوف، هو بده ينفث في خوفك. لا، بس أصل اللغة إيش بيقول ابن فارس؟ روعة لها أصل اشتقاق في الروع والروع، يعني أصل المكان، أصل الكلمة من واحد، لكن الروع وين بروح؟ في المستقر اللي هو إيش؟ القلب. فأصل اشتقاق اللغة إله تلازم وترابط، لكن الكلمة الروع بمعنى الخوف. أما هنا نفث في روعي أي في نفسي وفي قلبي وفي خاطري بيقول العلماء، وفي بالي أي شيء صح، وفي حتى لقد في عند بعض اللغة بيقول وفي عقلي. مهم أن روح القدس ينفث في روع النبي أي في قلبه وفي نفسه. وهذا الأول. قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي إيش؟ رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب في الدنيا، يعني خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وهذه مهمة اليوم، الناس الدنيا ستفنى، كلنا حنموت، فلا بد الإنسان ألا يجمل في الدنيا كثيرة. ركعتين قيام ليل أحسن لكم من كل الدنيا. نزول جبريل في صورة بشر، هذه نزلت كالمين؟ يلا زي إيش؟ خدتوها في السيرة تمام. صورة بشر كرحلة الكلبي، وفي كمان أي ممتاز الأعرابي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه صح؟ في حديث جبريل الطويل حناخده أول حديث هذا. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا إيش أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. فصورة نزل نزول الوحي في صورة غير مرئية. أنت بالنسبة للامتحان خليها ساعة الامتحان لا تستعجلي. نزول الوحي في صورة غير مرئية إيش يعني؟ يعني بشوف إيش فجأة ما بتلاقي النبي كان أيوة مثل صلصلة الجرس، ذكرينها في السيرة خدناها. مثل هذه بقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أصعب نزول للوحي عليه عندما يرى صوت للجرس مثل صلصلة الجرس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، كان يتفصد عرقا من شدة. فيوم بقول صحابي كان النبي واضعا فخذي على فخذي، فخذه على فخذي، النبي حاطط فخذه على فخذ الصحابي. بقول فنزل الوحي، أظن من كتاب الوحي بيكتب، أظن زيد بن ثابت أو لا أذكر بالضبط من الصحابة، بقول فنزل الوحي وأنا أكتب وفخذ النبي على فخذي فكادت فخذي أن ترد. كانت تستوي بالأرض من شدة ثقل الوحي على النبي. فكان النبي يتفصد عرقا، صار إيش؟ كله عرق من شدة صعوبة هذا الموقف من النزول.
أو الصورة هذه الثالثة من النزول كانت أصعب شيء هي مثل صلصلة الجرس، هي آخر شيء مثال هذه الإمارات تصب العرق من الرسول حين نزول الوحي، كان يتصبب عرق. تمام. القسم الثاني، احنا قلنا قسمين الآن بأمسح هذا إن شاء الله وأعطيكم فيها شجرة تانية عشان ما تهوش فيها إن شاء الله. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما لم ينزل عليه من الوحي. النبي كان ما فيش أحيانا مثل إجا اليهود قالوا يا محمد اسألوا محمد إعجاز، إيش نسأله؟ قالوا روح اسألوا ويسألونك عن الروح، سألوا عن الروح. شوف بسأل النبي، هم سألوا أسئلة كتير، قالوا يا محمد بما يشبه الولد أمه أو أباه؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال جاوبهم، قال لهم إذا كان ماء المرأة غلب ماء الرجل فالولد يطلع بالشبه، وإذا ماء الرجل غلب ماء المرأة فيطلع الولد لأبيه. مش شرط أنه ذكر أنثى بس بيطلع الشبه، لأنه من القيم له تفصيل كتير. فالآن سألوا كمان سؤال، قالوا يا محمد إيش بتعرف عن الروح؟ قال يسألونك عن الروح، قل ما سأل ما جاوبش، الوحي تأخر، صار كل شو شاف إنه محمد بجاوبش. فلما قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، في شيء جاوبه مباشرة وفي شيء استنى الوحي لما يقر عليه أو يعطيه الإجابة. هذا هو هذا الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما لم ينزل به الوحي، إنه هو اجتهد قال إذا غلب كذا وإذا كذا، وفي أشياء لا لسه كان يراجعه. وزي بدر، وزي غزوة بدر، الآن إجا شاور المسلمين إيش رأيكم المسلمين؟ قال أنا يا أبو بكر أرى أنه نرأف بهم وإخواننا وكذا ونأخذ منهم جزة ومصاري ومنهم من بضل من عيلتنا زي بقولوها. عمر قال له لا، أنا رسول الله أنه نجيب صناديدهم فنقطع رؤوسهم، كان عمر جبار إيه؟ فنقطع رؤوسهم ونريحهم. فالآن القرآن نزل موافقا لمين؟ عمر. قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، كل القوة ومنعه. فالقرآن نزل موافق لعمر، لقى دخل عليهم عمر، لقى الرسول بيبكي ولقى الرسول بيبكي، قال ما بالكما أبكي ببكائكما، خلينا إيش تخش على أختك تعيط أو هذا، خلينا ألطم معك أو عيط معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمر طلعهم قال لقد وافق القرآن قولك يا عمر، إنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، يذبحهم عمر. فوافق القرآن، وعمر وافقوا كتير في أشياء صح؟ زي إيش؟ الخمر، الحجاب، ممتاز، حوالي يمكن 14 وحدة وجدت على الموسوعة الشاملة. صحيح. بالنسبة للإيش الحكمة؟ بدنا نقعد نص ساعة أستاذ نحكي الحكم بس. هذه في السيرة التحليلية تخصص، إحنا في المطلب الجامعة بنسهل عليكم. أخي في التخصص بنقعد نجيب كل الموافقات ونجيب كم موافقة لعمر، فتحليل غير، عشان هذا مطلب جامعة لكل الأقسام بيختلف شوي، إحنا بنسهل المادة بحيث إنه ما يعني تكون سهلة بأبسط الأمور، لكن لما نخش في التفصيل لحالها بدي أقل نصف عليش وكيف. بس الآن حادثة بدر، حادثة ابن أم مكتوب تحدثنا عنه، من هدولة اجتهد فيهم النبي وعاتبه، قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله، وهذا خلاف الأولى، الأصل يسموه ليس النبي أنه أخطأ. تمام. كان النبي يطمع في إسلام صناديد بعض كفار قريش، فما قلش النبي أخطأ، قل هذا خلاف الإيش الأولى. تمام. وأيا كانت السنة هنا فيتعين العمل بها، لأنها صادر عن مين؟ عن الوحي حقيقة، عن الله عز وجل. قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تمام. قال الإمام ابن حزم الظاهر، واحدة تقرأ ابن حزم تفضل. تمام. إذن هو قسمين، واحد منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلو لكنه إيش مقروء. الأول متلو اللي هو القرآن الكريم، واضح معجز. السنة قد لا تكون معجزة يا بنات، ها يعني في شيء الإعجاز ممكن أحد يألف. عبد الله بن أبي بن سلول وبعض المنافقين ألف، صار يقول إيش هات لك يا مسيلم الكذاب زي محمد القرآن، قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب قصير وله خرطوم طويل. قاعد ألف قرآن
هذا مش معجز، هذا هو كان بألف. افتحوا انتوا على جوجل، الشيخ جوجل بتعرفوه، افتحوا عليه، بس افتحوا على أقوال مسيلمة الكذاب في تأليف القرآن وبشوفوا. كان يألف. فإذا السنة لا مش معجزة زي القرآن، القرآن معجز. ولن يأتوا قال فأتوا بصورة مثل، أو تحدهم بإيش؟ مثله، بعدين عشر صور، بعدين قال لهم هاتوا صورة واحدة، لن يستطيعوا. لكن السنة غير معجزة مثل القرآن. القرآن بنتلوه في الصلاة وبنقرأ وبنجوده صح، لكن السنة بنجودهاش في القرآن في الصلاة، ولا إلها دخل في الصلاة، ولا بنجودها ولا بنتلوها. ممكن نقرأها قراءة إيش عادي، إذا بنقرأها القرآن إذن هو قسمين، لكن بضلهم اثنين إيش مالهم بنات؟ وحي من الله. الأول لفظا ومعنى هو القرآن، والسنة تمام معنى لا لفظ. طبعا مكانة السنة في القرآن الكريم، قبل ما أدخل على مكانة السنة بدي أكتب لكم السنة من حيث مصدرها عشان تفهموا السنة من حيث مصدرها، اللي هو القسم الأول اللي هو إيش؟ الوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول، الوحي من وين؟ من الله تعالى. والقسم الثاني إيش؟ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما إيش؟ فيما لم ينزل. هذول القسمين الرئيسيات. تحت القسم الأول هم بيجي عندنا إنه بفرق بين القرآن وحي بلفظه ومعناه صح، والسنة بمعناه لا بلفظه تمام أو دون اللفظ اللي بدك إياه. بعدين بيجي هنا الوحي، ثلاث صور صح، صور الوحي، واحد النفث في الروع، ثانية صورة على هيئة بشر أو صورة البشر، ثلاثة صورة غير مرئية تمام. هيك يعني تكون أجملنا ما يقارب كل اللي تحدثنا فيه مكانة السنة النبوية. الآن مكانة السنة النبوية من القرآن تمام، مكانة السنة النبوية من القرآن. طبعا السنة القرآن الكريم هو أصل الدستور معروف، هو أصل التشريع ولا خلاف على ذلك. السنة النبوية هو المرجع الثاني، لكن السنة جاءت بمبادئ وأسس تختلف تمام تخص القرآن الكريم. الآن من الوظائف الوظيفتين الأساسيات اللي هو الأولى، الوظيفة الأولى السنة تابعة للقرآن ومبينة إيش له، هذه مهمة جدا، لأنه في وظيفة تانية عندنا هنشوف هي تستقل بأحكام تشريعية لم يأتي بها إيش القرآن الكريم. الوظيفتين أيوة الوظيفتين، الأولى مبينة وتابعة للقرآن الكريم، والثانية الوظيفة التالية هنأتيها إن شاء الله إنها تستقل بأحكام جديدة لم يأتي بها، وعندنا هنشوف الأمثلة على ذلك إن شاء الله تعالى. قال كانت مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بيان القرآن الكريم، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. في آية قرآنية لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا إيش قرآنه وبيانه. بيانه يعني القرآن، السنة تبين إيش اللي هي القرآن الكريم. فطبعا هنا قيدت مطلقه وخصصت عامه، وضحت مبهدمه، بل أكدت القرآن الكريم. هذا يمكن مش موجود عندك في الكتاب، وهذا ما إن شاء الله يعني سنأتي إلى تفصيل. الآن الأولى تفصيل المجمل كأحكام الصلاة، ربنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حجوا البيت، مش قال في فيش حاجة اسمها حجها، هذا الحج بلغة الاختريه، يا حج يا حج، هذا اللغة العربية الفصحى. ما عرفناش كيف المناسك إلا من سنة النبي، خذوا عني مناسككم، عرفنا كم صلاة كم ركعة كم سجدة قديش نقول في السجود إيش قديش المقدار في الركوع، كل هذا التفصيل وضحته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما دل على التقييد المطلق هو الذي يدل على إيش على حقيقة بلا قيد طبعا، والمقيد هو ما دل على حقيقة بقيد، هذا مرة جاء من امتحان في المصطلح. قال ما هو المطلق، أو بحط لك اللي هو السؤال تعريفات المصطلح، ما دل على الحقيقة بلا قيد، والمقيد عكسه هو ما دل على إيش حقيقة
نجيب كيف؟ إيش يعني هذا الكلام؟ قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. حقيقة إنه كل واحد سارق وبده سرق من الناس بمقدار معين، مش واحد راح أكل تفاح نسرق نقطع إيده، لا بنخلص المجتمع، لا، لكن مقدار معين حطوه. إذا هذا في حد اللي هو حقيقة إنه كل واحد سارق لابد أن تقطع يده، لكن من وين بدنا نقطع؟ هذا إطلاق. السنة وضحت إنه القطع من الرز من هنا. هذا تقييد، وضحت قيدت الحقيقة بإيش؟ بأن القطعة من، لو خلص القطعة الأولى وجه سرق كمان مرة بنقطع له إيش؟ بنقطع له من هان الثانية، بنريحه من الثانية. خلص يما بخوف، بعدين نقطع له الثانية من هان، من هان، لما نخلص له إيديه بطل يسرق. لكن أقول لكم السارق لما بيقطع الأولى نادر ما يرجع، بتذكر إنه هذه المسكة حالها فبيخاف، فدير بالكم. فهنا مش لكم، هذا في ظل الدولة الإسلامية، إن شاء الله الله بيكرمنا، قولوا آمين. لا أنتم، لا اتهام طبعا. تخصيص العام، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين. الآية واضحة خصصت هذا العام عدم توريث أبلاء أولاد الأنبياء. قال إن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، كل الأنبياء أولادهم بيرثوش على الإطلاق. وأيضا اللي بيقتل أبوه، طب لو واحد، لو ولد قتل أبوه، لو عفى الأبو قتل ابنه، عادي إنه الأبو لا يقام على حد لو قتل ابنه، لكن الابن لا بده يقتل. لا أيوه تمام، لأنه الوالد أصل السبب أو السبب في وجود الابن، الأصل في الفرع. أيوه والله شطرات صلاتنا. طيب الآن توضيح المبهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عبارة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الكل من الصحابة خاف، قال يا ويلتاه، مين لا أينا لا يظلم نفسه، كلنا بنظلم نفسه، كلنا بنعمل ذنوب ونعمل معاصي. فالآن استشكل عليهم الأمر، فذهب، فجاءت السنة وضحت هذا المبهم وبينت أنه الظلم بمعنى، مش موجود عندكم في الكتاب، أنا أجيب لكم المثال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله إننا أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هي هذه، هي هذه. في مثال في تخصيص العام يا بنات، اللي هو يعني أنا جابه خارجي، اللي هو قضية ربنا قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، بضل إلا حاجتين السنة خصصتهم. قال بينت إنه في حاجتين نأكلهم، الجراد والسمك، حلت لنا ميتتان السمك ودمان، السمك والجراد هذول الميتتان، والكبد والطحال هؤلاء الدمان. الجراد مليان في اليمن، رحت على اليمن بتشوف كيف بتليف الشوارع، واليمنيين بياكلوه ايش؟ ني فريش محمد، في عادة، لا انتم بتقولوا يا عشان وجدارين عليه، لكنهم عندهم الميتتان بياكلوهم عادي. السمك برضو في اليمن مشهور جدا، رخيص رخيص رخيص، يعني بروح على اليمن بياكل حاجتين، السمك والعسل، ممتازين هذول الغير بلاش. والدمان الكبد والطحال، مشهورين هذول عندنا. فهذا تخصيص ايضا. الان اخر شيء توكيد السنه، هذا مش موجود عندكم، على ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، او قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غبي، او في روايه فان غم، يعني اتخبى عنكم يعني عليكم، فاكملوا عده شعبان 30. فهذا مؤكد مؤكد لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فايش؟ فالحديث اكد ايش؟ الايه القرانيه. طبعا هذا يعني اللي هو اخر نقطه في هذه، اللي هي اخر شيء الوظيفه الثانيه. احنا قلنا الوظيفه الاولى ايش مالها؟ مبينه، تمام. الان الوظيفه الثانيه واخر ايش ان شاء الله، هي انها تستقل باحكام ليست موجوده في القران الكريم، ليست موجوده في القران. زي ايش؟ واحد نكح امراه، ممنوع يجيب
بنت أختها معها، نكاح العمة مع بنت أختها، أو البنت على خالتها أو البنت على عمتها، لا يجوز. نكاح اللي هو إيش؟ العمة على أختها أو كذا. وأيضا تحريم الذهب، فيش في القرآن حاجة اسمها تحريم الذهب، وإنما وضح النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام على ذكور أمتي حلال على لنسائها، اللي هو إيش؟ الذهب والحرير والديباج، أي شيء على الرجال أيضا محرم، إلا في حالات قالوا ممكن يأخذ بعض، إذا كان في مرض مزمن جرب أو حاجة زي هيك، كان زمان يصاب به الناس، والآن بس الحمد لله خف يعني. وتحريم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع. إيش المخلب من الطير؟ نصور، زقور، الغراب، أيوة الجوارح. كل ذي ناب من السبع، الأسود، النمور وكذا. وأيضا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحوم الحمر الأهلية الوحشية، الآن تتاكل تعرفوها المخططة، النصور، الزقور، نذبحهم أو نأكلهم. اللي هو يا بنات كمان حرم النبي حاجتين في يوم خيبر، قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، وحرم لحوم الحمر الأهلية اللي بتتربى في الشوارع، وأحل لحوم الحمر الوحشية اللي المخططة بشبعة التلفزيون، هذا طبعا بجوزنا كلها بس احنا عشانها كلمة حمير مستغذرة في النفس، صح؟ اقول ايش هذا يطعمين لها حمار، لا 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 الناس بتاكله برهم كيف عليه. لكن احنا عشان مش متعودين عليه خلاص سبحان الله من الاسم مش قضية اللحم، لا تتغذاش الا اعشاب اصلا، اما اللي عندنا الحمر الاهلية هذه تتغذى على الفطيس. اذا يا اخواننا بهذا تنتهي ان شاء الله، اخوات طبعا يا اخواتنا يا بناتنا. المهم هذا تقريبا القسم الثاني في قضية اللي هو في بس هيك نكتة في قصة مش هحكي لكم، هذه من بقولك من الإيجابيات العشر في الحياة، تفاؤل فإن التفاؤل من الإيمان والتشاؤم من الشيطان ولا تتذمر من واقعك. حقيقة بنات كتير من الناس دائما الواحد بيقول أي والله يا ريت ما جبتنا إمهاتنا، صح؟ هذا الواقع أحيانا، لا لا الأصل الإنسان فيه تفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الأرض الجدبة اللي تنبتش يقول أرضنا خضرة، تفاؤل إنه إيش تخضر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ولا يحب التشاؤم في الحياة. في قصة إن شاء الله بأحكي لكم إياها، إذا مطولين إذا حابين ضلكم ضلكم. طيب خلصنا يا سيدي أبو